مطالبة في يوم 27 هناك أمور تصعيدية هتبدأ بإعلان الإضراب والاعتصام ليس داخل مقر النقابة العامة المقفول ولكن في جنينة النقابة هتنصب خيام حتى رحيل عاشور بالإضافة لإعلان إضراب ملوش علاقة بمجلس المحامين له علاقة بشباب وشيوخ المحامين على مستوى الجمهورية إضراب عن كل المحاكم اتنين اعتصام في قاعات في قاعات وحجر المحامين بالمحاكم يعني المحاكم هتبقى المحامين موجودة فيها محدش هيورط فلوس لخزنة محدش هيدخل محكمة وقف قدام قاضي محدش هيرفع دعوة من يوم 27 قدامكم 48 ساعة يا عاشور انت كذاب المحامي مش إرهاب المحامي مش إرهاب يا عاشور انت كذاب يا عاشور انت كذاب النقابة والسياسة الياسمين جوه الشارع الياسمين جوه الشارع سامع عاشور باطل قرار عاشور باطل مجلس عاشور باطل يا محامي ساكت ليه يا محامي ساكت ليه البطاطس اللي الناس الغلابة أساسا بتجيبها تحمرها ولا تسلقها لعيالها بخمسة وبستة الناس بقى والتومين التومين ما فيش التومين ما أيوة التومين بردك ما بدوناش التجار بردك ما بدوناش زي ما الحكومة بتقول في التلفزيون فالناس هتعمل ايه ولا ايه حرام ده كله برضه ب 27 العدس الاصفر والله العظيم العدس اهو الفقير بقت بخمسه هيودينا لغايه فين؟ ايه ده؟ المفروض ينزلوا حد يشوفوا الحاجات ديت الناس الغلابه هتعمل ايه؟ انا معايا عيني وانا معيش ان انا بص انا بسبب البصل والله العظيم ثلاثه ما عارفه اجيب بصل سبع تنفار يعني بتاخد بس العدسه ابو سبعه احنا بنجيبه ب 5 جنيه ب 27 جنيه البطاطس اللي ملهاش البتنجان ملوش لازمه حاطط عليه 2 جنيه يعني احنا هنعمل احنا اللي معاه اللي معاه خمسه بقى يعمل ايه؟ انا جوزي ارزقي هجيب منين العيال الاثنين ياكل انا معايا اثنين انا مش هقول لك معايا خمسه وثلاثه انا معايا اثنين والله العظيم وامي بص محوطينها على بطاقه التومين كل ما تروح لهم تقول لهم ايه؟ يوم السنه الجديده في السنه الجديده يعني احنا هنلاقي خيبه اكتر من كده فين؟ فين المعاشات اللي هو عاملها؟ ايه المعاشات؟ احنا مش عايزين بتاع يرخص الاسعار مش عايزين معاش ما يرضيش ربنا اصلا كده يعني انا واحده بربي ايتام باخد معاش باخد 300 جنيه 323 جنيه يعملوا ايه دول؟ عندي معايا بنت ابني وابن ابني بنجيب لهم لبن اللي هو البران ده كنا بنجيب المدعم شالوه بقت بنجيب العلبه ب 30 جنيه وبتوصل 60 جنيه وما بلاقيهاش ابني بيروح يقف عند الاسعاف يوم بحال عشان اجيب علبتين لبن لعيالي يعني هي بطاقه التموين ديت اضعف الايمان يعني اللي بتاعت المواطن الفقير اللي عمالين يحاربوا فيه وجوعوه ياكلوه من الزباله ودوها لوزاره الانتاج الحربي حتى بطاقه التموين تبع الانتاج الحربي ليه عايز يلهي الناس يفقر الناس في يفكر يخلي الناس يفكروا في لقمه العيش عشان مش بتكرف في الفساد والجرائم اللي بيعملوها انا هقول كلمتين اتنين بس عن الغاء السلع من التموين علي المصلحي علي المصلحي راجع عشان ينتجم من الثوار هو جلب لسانه جانا بعيد عنكم خمس سنين ايه اللي حصل راجع ينتجم من الشعب المصري حد بيجي ناحيه اللواءات حد بيجي ناحيه الاغنياء الناس اللي بتاخد ملايين حد بيجي ناحيتهم طب ما يشطروا على الاعلاميين اللي بياخدوا ملايين يروحوا يأموا اموال الاعلاميين لكن بيشطروا على الشعب الغلبان انا مش عارفه في ايه اصلا يعني لما حتى التومين اللي الناس بتستفيد منه بايه شويه زيت والله العظيم الزيت لو العالم كله شافه هيقول ايه الزيت اللي مصر بتستخدمه ده ولا حتى محصل زيت العربيات والسكر شويه سكر اسود ولا ابيض ولا اي حاجه عمال كمان عاوز يلغي السلع من ايدين الناس مش كفايه الغلاء اللي الناس فيه مش كفايه الاسعار الغاليه مش كفايه الناس امتحنت من غلاء الاسعار يبص بس على اسعار اللحوم ولا الدواجن ولا الخضروات ولا الفاكهه شوف الناس البسيطه عايشه ازاي في ناس مش تحت مستوى خط الفقر ده هم سالب 25 من الحياه مش موجودين اصلا على خط الحياه هو ليه بيعملوا كده هي الناس قادره بكام تذكره وصلت 2 جنيه يبقى انا بدل مركب مترو ب 2 جنيه اركب الاوتوبيس يبقى مركب الاوتوبيس يبقى هعمل زحمه في البلد يبقى قرار جاهل وغشيم وضد الانسانيه وضد الشعب المصري وضد الفقراء هو احنا ناقصين قرف ما احنا تعبانين
خلقه، واحنا قادرين نجيب قصر رغيف العيش؟ الناس بتاكل هياكل فراخ وبتاكل من الزباله، تيجي تعلوا لي تذكره المترو 2 جنيه؟ اقسم بالله لو عندهم دم كحكومه وعندهم احساس كانوا خلوا تذكره المترو مجانا. مشروع المترو او وصلت المواصلات اتعملت للناس الغلابه، يعني كل واحد معاه عربيه ملاكي مش هيركب مترو، لكن الناس الغلابه اللي مش مقتدره، يعني انا مثلا عايز اروح جسر السويس او اروح النزهه او اروح مصر الجديده، عربيه ميكروباص بركبها بدفع 3 جنيه و4 جنيه، فحرام. يعني مثلا انا راجل على المعاش كل كام وبدفع نص علاجي كام، فحرام ما جاتش على جنيه يخليها ب 2 جنيه، فحرام يعني حرام. ده التذكره ده شيء طبيعي، لو ما زادتش التذكره الدنيا هتقف، لان دلوقتي اي حاجه في البلد ما كانش الغلبان يمد ايده عشان يساعد البلد تقف. الناس اللي هم اصحاب الاموال والناس اللي هو رجال الاعمال اللي في مصر المفروض يمدوا ايدهم شويه لمصر، لان مصر محتاجاهم ومحتاجاهم قوي 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 قوي. احنا مش واحد، احنا 90 مليون ولا 100 مليون، وفي ناس كتير اصلا مش محسوبه. فالفكره ان تخليها ب 2 جنيه، زي ما تبص للي فوق بص للي تحت. زي ما في ناس فوق تقدر تدفع 100 جنيه واحد يقول لك يا عم خليها ب 5 جنيه، في ناس تحت ممكن ياخد 5 جنيه عشان يروح بيها مشوار، ممكن يجي يفطر ب 3 جنيه وراح جايب 2 جنيه، اما دلوقتي انت خليته ياكل بجنيه هياكل بجنيه ازاي؟ بجد يا ريت نفكر في الناس اللي تحت، يا ريت ان احنا يكون عندنا مبدا شويه او ان احنا نحسبها صح، مش نحسبها على كيفنا، زي ما انت مثلا ايه انا هاكل كذا، طب وغيرك هياكل ازاي؟ النهارده الست دي تشترك مع واحد مثلا ليه انتماء سياسي، طب ليه انتماء سياسي يجيب كمان؟ يستعين الست دي ليه؟ او يستعين بناتها ليه؟ ايه دور في الواقع معالي المستشار الجليل؟ ما لهمش اي دور في الواقع. واللي يؤكد كده معالي المستشار الجليل ان القضيه اللي احنا فيها قضيه تصفيه الحسابات، هو ما انا دفعت بيه بان مامور الضبط القضائي تدرس امر الضبط. العامه المصريين عامه اللي فرحهم الرزق واكل العيش مش اكتر من كده، لان لو كنا انا في اكل عيش باكل عيش مبسوط ومستريح هبقى مش هبقى بائس ولا هبقى تعبان. ادي كل الحكايه، في ناس بتفرحها كلمه حلوه، في ناس بتفرحها ان هي تعمل خير لحد تاني، في ناس بيفرحها ان هي تشوف اللي حواليها مبسوط. ف معرفش اكتر حاجه بتفرحهم كلهم ايه بالظبط. اكتر حاجه بتفرح المصريين نبقى عايشين في رخاء شويه بالنسبه للوقت الحالي، طبعا الناس كلها مكبوته على لقمه العيش. والله انا مش شايفه ان الشعب المصري بائس ابدا، ده الشعب المصري ده شعب جميل ويحب الضحك ويحب الفرفشه وما هوش بائس ابدا. ما اعرفش مين اللي بيقول عليه بائس، ده البائس ده هو هتلاقي هو من جواه بائس، فبيتهيأله الناس كلها كده، انما الناس كلها في مصر كل الناس طيبين وكل الناس حلوه. يعني في وجهه نظري اي ام صالحه، اي ام بتحب اولادها، اي ام حنينه على اولادها، اي ام بترعى اولادها وبتعلم اولادها تعليم ديني والدنيوي جميل، هي دي ام صالحه تستاهل كل خير. انما مين بعينها ما في ستات كتير جدا امها جميله جدا تستاهل ان هي الام المثاليه. بالنسبة للأم المثالية اللي هي ممكن يكون أب توفى وقامت بتعليم الأولاد وربت وتعبت واشتغلت في سبيل أنها تعلمهم وتربيهم وطلعت الدكتور والشيخ والمهندس والمحامي، فدي تحتاج طبعا تكرم قدام العالم قدام التلفزيون العربي كله، بحيث أن الأمهات الأخرى تتخذها مثال وتربي زيها أولاد متعلمين مثقفين ما يطلعوش الشارع بره ويبقى حياتهم مش كويسة. ولكن تكريم الأم، النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث النبوي الشريف لما جاء له رجل من أحق الناس بصحبتي؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. هذا تكريم من الله عز وجل للوالدين. الأم اللي هي تكون ملتزمة باللي هي لازم تربي عيالها كويس طبعا، وإن هي لازم تشوف طلبات عيالها، وإن هي تبقى قدوة إن هي ما تعملش أي حاجة غلط قدامهم، كل حاجة يشوفوها ماما 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 كل حاجة كويسة تعملها. أول حاجة الصلاة طبعا، الالتزام إن أنت لازم تبقي مقتنعة إن كل حاجة حواليك بتعمليها عشان خاطر عيالك، هي ديت اللي تستحق بصراحة الأم المثالية. كل مرأة مصرية تستحق لقب الأم المثالية، أي أم في المجتمع، لأن كلنا بنعاني وكلنا بنجتهد عشان أولادنا، كل الأسر مش أم واحدة ولا بس. وشوفي الناس اللي أولادهم اللي اتوفوا شهداء والناس اللي بيجيبوا أطفال معاقين والناس اللي عندهم
في حاجة كل امرأة مصرية تستحق ليها تكون أم مثالية. جائزة الأم المثالية بجد ولا هزار؟ لو بجد في أمهات كتير يستحقوا جائزة الأم المثالية. مش أشخاص معينين، مش أشخاص محددين بأسمائهم، بس زي أمهات كتير أولادهم محبوسين أو أولادهم ما بيشتغلوش وهم اللي بيصرفوا عليهم، أو أولادهم معتقلين ومحبوسين وهم اللي بيروحوا ياخدوا لهم زيارة بقى كل شوية وينضربوا ويتهانوا ويرجعوا من غير ما يشوفوهم حتى. دول كلهم يعتبروا أمهات مثاليات يعني. لو بهزار بقى فاحنا في مصر، فممكن نقول في عبده، ممكن نقول باعتبار ان هي الدولة اختارتها قبل كده. المبادئ العامة لمشروع قانون نقابة الإعلاميين تمثل النقابة المرجعية المهنية للأداء الإعلامي في مصر. ثانيا، تمارس النقابة نشاطها وفقا لميثاق الشرف الإعلامي والسياسة العامة لمصالح الدولة بصفة عامة. ثالثا، الإعلامي هو من يشارك فكريا وفنيا في صياغة مضمون وشكل المادة الإعلامية التي تصل إلى الجمهور عبر تقنيات البث الإذاعي والتلفزيون. رابعا، يتضمن القانون القسم الإعلامي. أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن، وأن أؤدي مهنتي بأمانة ونزاهة، وأن أحترم أدبها ورسالتها، وأن ألتزم بتقاليدها وأخلاقياتها. لاحظوا أن هذا القسم جزء أيضا من ميثاق الشرف الإعلامي. خامسا، يضمن قانون نقابة الإعلاميين التزام الإعلامي أثناء تأدية عمله بما لا يخل بكرامته أو كرامة النقابة. سادسا، يضمن القانون تحقيق توازن في مجلس النقابة بين الإذاعة والتلفزيون بما يحقق مصالح الجميع.